حياكم الله مشاهدينا، موجز لأهم الأنباء من قناة التناصح. أكد مصدر للتناصح استشهاد نقيب المحامين الليبيين عبد الرحمن الكيسة، وذلك إثر إصابته في المواجهات الدائرة مع ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت. الكيسة شغل منصب نقيب المحامين في ليبيا، كما شغل منصب وزير شؤون أسر الشهداء والجرحى في حكومة الكيب. وعرف عن الكيسة أنه كان من أبرز المترافعين التي ترافع ضد مجلس النواب المنحل في طبرق، وبهذا يعتبر الكيسة ثاني وزير يستشهد بعد محمد سوالم وزير العمل الأسبق بحكومة علي زيدان في المعارك الدائرة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت. قال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت محمد الغصري في تصريح لقناة التناصح، قال إن قوات الثوار بسطت سيطرتها على منطقة الظهير والغربيات ومعسكر تاغرفت ومعسكر الجارط وجزيرة وهادي داخل مدينة سرت. وأضاف الغصري أن سلاح الجو التابع لقوات الثوار قصف عدة تمركزات تابعة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، مؤكدا تقدم الثوار في باقي المحاور. يذكر أن قوات الثوار تحاصر ما يعرف بتنظيم الدولة برا وجوا وبحرا لضمان عدم هروبهم خارج مدينة سرت. استقبل قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى مصرات المركزي استقبل 6 شهداء وعشرين جريحا، حالة أغلبهم بسيطة جراء الاشتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. وحسب مصدر إعلامي فإن قوات الثوار تقدمت في المحور الغربي وأغلب المحاور الأخرى، حيث قامت مدفعية الثوار باستهداف تمركزات عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. يشار إلى أن قوات الثوار فرضت طوقا على مدينة سرت، وذلك بعد تحرير قاعدة ومطار القرضبية والمحطة البخارية على مشارف مدينة سرت. استشهد حسين الفتوري القائد الميداني لكتيبة عمر المختار التابعة لمجلس شورى بنغازي في المعارك الدائرة بمنطقة سوق الحوت وسط بنغازي. وأكد مقربون من مجلس شورى بنغازي ومن كتيبة عمر المختار وسرية مالك استشهاد الفتوري. يذكر أن منطقة سوق الحوت تشهد معارك بين مجلس شورى ثوار المدينة وكتائب مجرم الحرب حفتر إثر محاولات فاشلة للسيطرة على المنطقة منذ أكثر من عامين من قبل قوات الأخير. وفي الخبر الأخير، قال مصدر من مجلس شورى مجاهدي درنة لقناة التناصح إن طيران مجرم الحرب حفتر قام بقصف ميناء درنة ليلة الثلاثاء. وحسب المصدر فإن طائرة مروحية هي التي نفذت القصف، حيث تضرر جزء من رصيف الميناء ولم يتم تسجيل أي أضرار بشرية. يذكر أن ميناء درنة كان قد فرض عليه حظر من قبل قوات ما يعرف بالكرامة، وسبق أن تعرض للقصف عدة مرات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.